هو الحقيقه المالتي فيتامينز من الواضح ان هي مهمه لكل الاعمار. يعني للناس اللي يعني ابتدينا نوصل لل 40 زي ما حضرتك بتقولي فبيهتموا بيها، وكمان الشباب يعني الفيتامينز لا غنى عنها في اي مرحله عمريه، اكيد وحضرتك ادرى مني بكتير طبعا. الفيتامينز مهمه لكل مراحل العمر. الفيتامينز مهم جدا لكبار السن لان الامعاء عندهم مش بالصحه الكافيه والمعده ان هم يعرفوا يمتص الفيتامينات من الاكل. مش بكفاءه زمان يعني. مش بكفاءه زمان، العظم مش بكفاءه زمان. فمهم جدا التركيز مش بكفاءه زمان. فانا عندي قلب مالتي فيت داعم جدا للتركيز لاحتواء على فيتامين بي 12 والصحه النفسيه. لازم ندعم الصحه النفسيه. هنرجع نقول ان المكملات الغذائيه مش علاج لاي حاجه ولا علاج للاكتئاب، لكن هو داعم حتى للصحه النفسيه، فمهم قوي. السيدات الحامل لا غنى عن المكملات الغذائيه. هتسالني السيده الحامل قلب مالتي فيت اخباره ايه؟ هايل ليها، لكن انا بنصحها باستشاره طبيب لان الكالسيوم عندي 70. فالحامل بالذات بتحتاج تركيز عاليه جدا من الكالسيوم وقت الحمل بالذات. بس طب. بعد كده لازم ترجع للنورمال. وما ينفعش ساعتها تاخد اكتر من كبسوله من الالف مالتي فيت، صح كده؟ تقدر تاخد كبسوله وتاخد زي ما الدكتور يقولها بقى، تاخد كالسيوم زياده كسبلمنت اخر لوقت معين، وبعد كده بترجع بقى بعد الحمل ترجع لحياتها الطبيعيه وتاخد الف مالتي فيت فقط.